إذن مرة أخرى مشاهدينا الكرام أرحب بفضيلة الشيخ محمود التركستاني وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية معنا عبر سكايب. إذن مشاهدينا الكرام، كما ذكرت هناك ادعاء صريح من السفير الصيني لدى بريطانيا بأن المسلمين في تركستان الشرقية يعيشون حياة رغيدة وحياة مستقرة وآمنة. فضيلة الشيخ محمود أرحب بك في البداية، في أي إطار ترى هذا الزعم من السفير الصيني أن مسلم الإيغور يعيشون حياة رغيدة وآمنة مستقرة في تركستان الشرقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هذا في إطار الكذب تلو الكذب، هكذا النظام الشيوعي منذ يعني 5 سنوات إلى غاية عام 2018، أواخر عام 2018 كانت النظام تنكر أصلا وجود معسكرات أو شيء من هذا القبيل، وكانوا يكذبون كل الأدلة وكل الشواهد التي كان يقدمها سياح مثلا أو وفود أو شهود عيان. ولكن بعد أواخر عام 2018 اعترفت بوجود معسكرات، ولكنها سمت هذه المعسكرات بأنها معسكرات إعادة التأهيل والتدريب المهني. طبعا النظام الشيوعي ينفق ملايين من الدولارات للكذب على وسائل الإعلام المختلفة، ودائما كل من يقول ضدهم أي شيء وأي أدلة، هناك شهود مثلا في محكمة لندن قدم شهاداتهم، هم الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال وعذبوا وصنف على يعني وتعرضوا لأصناف من التعذيب الممنهج. رغم ذلك وزارة الخارجية الصينية أنكرت شهادة هؤلاء الناس جميعا وحملت عليهم أنهم كانوا أنهم كذابين، أنهم يعني باعوا وطنهم، أن يعني هذا استمرار للنهج القديم والجديد في نفي الحقائق وفي نفي الجرائم كلها. يعني السفير الصيني ليس هذه أول مرة، قبل شهور عندما استضافه قناة على ما أذكر قناة بي بي سي وعرض صور لسجناء كانوا مقيدين يعني، وصور هؤلاء السجناء، وعندما عرض هذا المقطع في الفيديو ماذا تقول في هذا؟ قال هذا شيء عادي، في كل الدول هناك نقل السجناء من منطقة إلى أخرى، ممكن يجري هذا الإجراء، يعني هم يكذبون. طيب شيخ محمود تركستاني، كيف ترد عليه فيما يتعلق بمعايشاتكم الواقعية لما يجري في تركستان الشرقية؟ يعني الآن يقول إنه تركستان الشرقية، المسلمين في تركستان الشرقية، يقول إذا المسلمين هناك يعيشون حياة رغيدة وآمنة ومستقرة. أنت رجل مغرب عن أهلك ووطنك وتعيش في تركيا بعيدا عنهم، هل أهلك يعيشون حياة رغيدة مستقرة؟ هذا كلام في غاية يعني ماذا، لا أجد وصفا لهذا الكلام يعني السفيه. طبعا لماذا أقول؟ هناك أصوات وفيديوهات جاءت إلينا ومنتشرة في وسائل الإعلام أن الناس لا يجدون ما يدفئون بيوتهم في هذا الشتاء من الفحم أو غيرها من الأشياء. هناك أطفال ونساء ورجال تحدثوا في كثير من المناطق في تركستان أنهم يعانون من البرد وأنهم يعانون من الجوع وأنهم لا يخرجون من منازلهم بسبب الحجر الصحي أو الحجر الأمني وغيرها، ومن ثم لا يجدون في بيوتهم ما يدفئون أنفسهم وما يأكلون. حتى هناك فيديوهات انتشر أن الناس يعني يوقدون ملابسهم في المواقد حتى يطبخوا، يعني لا يجد كثير من الناس الفحم وغيرها من الأشياء أو مثلا ما يدفئون أنفسهم من سواء من الحطب أو من الفحم أو غيرها. هنا إذا كان هناك أناس يعيشون حياة زهيدة هم صينيون أنفسهم الذين استوطنوا في هذه المنطقة، فهم الذين يتمتعون بكل المزايا وبكل الحقوق وبكل أماكن العمل الذي فيها رواتب جيدة. الصينيون هم المتمتعون
بهذه المزايا وهم الذين يعيشون حياة زهيدة. ممكن يصدق هذا القول على الصينيين أنفسهم، أما على الشعب التركستاني، الشعب التركستاني هم الذين لا يجدون عملا مرموقا، إن وجد عملا فهو عمل يعني مثلا الراتب قليل جدا. وهناك بسبب الإغلاق التام لهذه المنطقة كثير من الناس أصبحوا لا يجدون عملا، حتى الأغنياء الذين كانوا عندهم أموال في السابق أصبحت ليس لهم أموال. يعني هناك أناس مثلا أنا سمعت قريبا يعني أناس كانوا يشتغلون في مجالات إصلاح تصليح السيارات مثلا، أو في مجال الحديد، بس تجارة الحديد أو صناعة الحديد، كل هذه كثير من الصناعات التي كانوا يكسبون منها الناس يعني ما يحتاجونه من المال أصبحت غير مسموح بالنسبة لممارسة هؤلاء، لممارسة التركستانيين. نعم. على التركستاني، على الأويغوري إذا كان عنده حرص مثلا في مجال صناعة إصلاح السيارة أو في مجال الحديد مثلا أو غيرها، عليه أن يذهب إلى الشركات الصينية حتى يعمل في شركات صينية. أما أن يعمل شخص حر في هذه المجالات، كثير من المجالات أصبح أمام الشعب التركستاني مغلق ولا يسمح له بممارسة كثير من الأنشطة التجارية المختلفة إذا كان طبعا هذا الشخص خارج المعسكرات. أما داخل المعسكرات طبعا لا يمكن تصور ما يحصل بالنسبة للمعتقلين نعم. في داخل المعسكرات. نعم. فضل الشيخ محمود، ربما السؤال عن حتى التواصل مع المسلمين داخل تركستان الشرقية، تواصل الناس في الخارج مع عائلاتهم مع أسرهم، إذا كانت هناك حياة رغيدة وحياة آمنة ومستقرة، حتى هذا يعني أقل ما يمكن ذكره في هذا الأمر، أن يكون للإنسان حق التواصل مع أهله ومع أقربائه، هل هذا موجود؟ هل تستطيعون التواصل مع الداخل؟ طبعا هذا بعيد كل البعد. يعني هم يدعون أن الشعب التركستاني يعيش مثلا برفاهية وبحياة زهيدة، من علامات الرفاهية أن يتمكن الإنسان من التواصل مع أقربائه وأصدقائه، أليس كذلك؟ بلى. يعني إذا كان الشعب التركستاني فعلا يعيش بحرية وحياة زهيدة، لماذا لا يستطيع التواصل مع أقربائه في الخارج؟ ولماذا لا يستطيع التركستاني الموجود مثلا في الخارج سواء في الدول الأوروبية أو دول إسلامية كتركيا مثلا لا يعرف ماذا صار لأهلهم في إلى يومنا هذا؟ أنا كشخص لا أعرف ماذا صار لأهلي، لا أعرف عن مصير إخواني، لا أعرف عن مصير أخواتي وعماتي وأبنائهم ومن في مثلا مثل سني، لا أعرف عن أصدقائي شيئا، ولست الوحيد في هذا، هناك آلاف من التركستانيين في كل مكان، يعني الآن يتحدثون بنفس الله بنفس الأسلوب وبنفس الكلام أنهم لا يعرفون ماذا صار لأهلهم. نحن صلينا صلاة الغائب على كثير من الناس، على كثير من الآباء والأمهات لأناس يعني أصلا أناس عاديين جدا، رغم ذلك هم لم يعرفوا متى مات آباؤهم أو أمهاتهم، لا يعرفون إن مثلا قبل سنوات مات مثلا قبل شهور مات، وهذا من أبسط الحقوق أصلا. يعني إذا كان إنسان يعيش بحياة رغيدة وزهيدة، على من أبسط حقوقه أن يتمكن من التواصل مع أسرته وأقربائه وأصدقائه، وهذا مقطوع كيف بالحياة الرغيدة يعني. نعم. هذا طبعا ادعاء واضح من السفير الصيني. إذن دكتور محمود، الشيخ محمود، تعمل الصين على تجميل صورتها أمام العالم، والسؤال هنا من وجهة نظرك كيف يتلقى العالم اليوم هذا الكذب وهذا الادعاء من قبل الحكومة الصينية؟ طبعا هناك دول كمنظمات مثلا باعت ضميرها للصين، يعني عندما يصدر هذه التصريحات تتلقف هذه التصريحات لترد علينا وعلينا وكذا وكذا. طبعا هم في حقيقة الأمر كانوا يبحثون عن المبرر للوقوفهم يعني بالموقف السلبي للخذلان هذا، وعندما يجد مثل هذه التصريحات طبعا هم يتلقفونها.
أما الدول المحترمة أو الدول التي يعني عندها مبادئ أنها تحترم حقوق الإنسان وأنها تنادي بالإنسانية في كل، هؤلاء يعرفون أن النظام الشيوعي هذا النظام كاذب، ولذلك لا يصدقون مثل هذه التصريحات. وهذه التصريحات فقط يعني استهلاك إعلام واستهلاك لمن في صف الصين حتى يجدوا مبررا لموقفهم المتخاذل من قضية باكستان الشرقية. طيب، تعليق الحقيقة على موقف العالم الإسلامي من هذه القضية، قضية المأساة، مأساة العصر الحقيقة، قضية مسلمي تركستان الشرقية. الموضوع ليس خلافا سياسيا بين الصين وبين مسلمي تركستان، الموضوع موضوع إبادة جماعية لكل مسلم ولكل معلم من معالم الإسلام داخل تركستان الشرقية. الموضوع هو تعقيم قسري للمسلمات، الموضوع هو تصيين المسلمين داخل تركستان الشرقية. مشاهدينا الكرام، وهنا السؤال، إذا كانت من رسالة فضل الشيخ محمود توجهها لمن في هذا الإطار، ولنجعلها رسالة للعالم الإسلامي؟ الرسالة بالنسبة للشعوب المسلمة، نحن طبعا نشكر للشعوب المسلمة على تضامنهم مع هذه القضية، سواء من العلماء والمفكرين والشعوب، يعني أغلبهم بفضل الله عز وجل قلوبهم مع هذه القضية، وفعلهم إذا كان هناك بالإمكان فعلهم مع هذه القضية. نحن طبعا بالنسبة للشعوب نقول لهم دائما عرفوا هذه القضية لمن لا يعرف، واحملوا هذه القضية، هم هذه القضية على عاتقكم. وللعلماء طبعا مسؤولية كبيرة وعظيمة، والعلماء بفضل الله عز وجل أصبحوا ينشطون أكثر في هذه القضية ويعرف هذه القضية للأمة. هناك جهود مشكورة من العلماء والهيئات العلمائية في الآونة الأخيرة، نشكر لهذه المواقف جميعا. أما بالنسبة للحكومات، طبعا الحكومات ما زال موقفها موقف سلبي، وما زال موقفها موقف الوقوف المتفرج والوقوف مع الصف الصيني في المحافل الدولية. نطالب هذه الحكومات أن تراجع هذه السياسة المنحازة إلى الصين، وأن تقف مع الحق ومع المظلوم، ولا يقف مع الظالم، ولا يقف مع الظالم. لأن هذه الحكومات يعني تمر الدول وتموت الأشخاص، ولكن المواقف هي التي تبقى. ونتمنى للعالم الإسلامي أن يكون لهم موقف مشرف من الناحية السياسية، حتى يكتب للحكام أنهم كانوا عندهم موقف مشرف لشعبهم ولأمتهم. أختم معك برسالة سريعة شيخ محمود لتركيا في هذا الإطار بالتحديد الخاص بمأساة تركستان الشرقية. بالنسبة لتركيا، تركيا طبعا بلدنا الثاني، وتركيا لها مسؤولية عظيمة أكبر من غيرها. لماذا؟ أولا تركيا بما أنها حاملة الرسالة هذه الأيام، أنها هي التي تقود العالم الإسلامي، وهي التي تتحدث عن المسلمين وعن المظلومين وعن الضعفاء، وهي التي تأوي آلاف والملايين من المظلومين في العالم. ونتمنى لتركيا أن تكون صوتها مرتفعة أمام الصين أيضا، وأن يكون موقفها إيجابي أكثر من غيرها، حتى تتأثر الدول الأخرى وتأخذ حذوها في الوقوف ضد هذا الظلم. تركيا طبعا بما أننا هناك قراءة الصراع، أخوة في الإسلام وأخوة في القومية وفي كل شيء يعني، ولذلك نتمنى لتركيا طبعا أن يكون دورها أكثر مما هي عليه الآن. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ محمود تركستاني، وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية. أشكر لك جدا موافقتك على الحضور معنا عبر سكايب رغم مرضك ورغم إصابتك بفيروس كورونا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وأشكركم شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.